بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، نعيش مع حضراتكم هذا اللقاء بحول من الله وتوفيق منه سبحانه مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث الجامعة المانعة التي يقف أمامها الإنسان ليرى نفسه، وكأن هذا الحديث مرآة يرى نفسه، لأن الحديث بيتكلم عن مراتب. هذه المراتب من خلالها الإنسان بيعرف أو يعلم أين هو من هذه الأماكن، أو أين هو من هذه المراتب التي يتنقل فيها من خلال فهمه لدين الله تبارك وتعالى. الحديث هذا يرويه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فقال السائل: صدقت. فقال سيدنا عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال السائل: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تعالى يراك. قال: صدقت. برضو فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أو لسيدنا عمر ومن يجلس: أتدرون من السائل؟ قال: أو قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. من خلال هذا الحديث بعرضه هذا يتبين لنا أن سيدنا عمر والصحابة أول حاجة كانوا في أشد الحرص على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن مجالسة الأنبياء بركة، كما أن مجالسة العلماء بركة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ومن هنا أيضا يتبين لنا أن الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا جبريل عليه السلام، دخل طالب للعلم. فلما جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وصف جلوس سيدنا جبريل هو وصف للمتعلم المتأدب المتواضع في طلب العلم. فجلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، ثم سند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، ثم في أدب وتواضع بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لما نيجي للأسئلة نلاقي الأسئلة بتدور حول محاور أساسية في حياة المسلم: السؤال الأول عن الإسلام، السؤال الثاني عن الإيمان، السؤال الثالث عن الإحسان، السؤال الثالث الرابع عن الساعة، يعني متى القيامة. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فسأله عن أمارات الساعة. من هنا يتبين لنا يا سادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن الأسئلة كما يلي: السؤال الأول لما سأله عن الإسلام، قال له إيه؟ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج. طيب هنا
لما اجي اسال السؤال الثاني ما الايمان؟ قال له ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء خيره وشره. الا طب السؤال الاول هنا بيتعلق بايه؟ بيتعلق باعمال ظاهره انت تراها وانا اراها. يعني انت تراني اتلفظ بالشهادتين بلسان، وتراني مصليا واراك صائما، وتراني مزكيا واراك حاجا، لكن الايمان يعمل عمل يقوم بعمل يقوم بعمله القلب. يعني الايمان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الايمان ما وقر في القلب وصدقه ايه؟ العمل. يبقى الايمان هنا بعمل قلبي، الايمان عمل ايه؟ قلبي، لكن الاسلام عمل عمل جوارح ظاهريه ظاهره للناس. فمن هنا اراد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الاجابه على الاسئله التي تسأل عنها سيدنا جبريل انه ينقل المسلم من مرتبه الاسلام وهي فعل الظواهر فعل العمل الظاهر الى العمل الذي لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره العمل الظاهر متعلق بعمل القلب ايضا. ازاي؟ يعني انا لما اقول لا اله الا الله محمد رسول الله لابد ان يكون لهاتين الشهادتين العظيمتين رصيد في قلبي يشعر بان الله مالك الملك وان الرسول هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لما اصلي لابد ان يكون للصلاه رصيد في قلبي، لما اؤدي الزكاه لابد ان يكون هذا العطاء له رصيد في قلبي حب للعطاء، لما اصوم يبقى صائم لله تبارك وتعالى قلبي يصوم عن كل شيء كما امرنا الله وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا لما احج يكون الحج خالص لوجه الله تبارك وتعالى ليس فيه شائبه ابدا. يبقى هنا يلتقي القلب مع الفعل الظاهر فينتقل المسلم من مرتبه الاسلام الى مرتبه ايه؟ الايمان. المرتبه الثالثه اللي بعد كده وهي من اعظم المراتب اللي هي مرتبة ايه؟ الإحسان. فقال ما الإحسان؟ قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تعالى ايه؟ يراك. يعني هنا بتصلي بتصوم بتزكي بتحج بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بتعمل أي حاجة في حياتك لابد أن أنت تتخيل أن الله تبارك وتعالى يراك وأنك أنت ترى الله، فإن لم تكن تراه فإنه تعالى يراك، يعني مطلع عليك، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالنا. ولذلك المرأة التي كانت في البادية وأراد أحدهم أن يقبلها فأبت، فنظر إلى السماء وقال لها ما يرانا إلا الكواكب، فقالت له وأين مكوكبها؟ أنت البعيد أعمى لا ترى إلا الكواكب، لكني أرى ما وراء الكواكب، الله الذي يطلع على الملأ ويطلع على الكون ويطلع على ما يدور حولنا وما في قلوبنا. ولذلك قالت له ايه؟ فأين مكوكبها؟ لفتت نظره إلى معية الله، إلى رؤية الله تبارك وتعالى له، ودي بتولد عندك مخافة الله سبحانه وتعالى. لما تستشعر أن ربنا يراك بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى خوف حب وخوف رضا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه تعالى إيه؟ يراك. الختام الأسئلة قالوا إيه؟ متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ ألا هو اللي بيسأل عن القيامة ده مش لابد يعمل لها ألف حساب ويمشي على وفق أوامر الله تبارك وتعالى؟ قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إحنا بنعمل العمل الصالح وبعدين لما تيجي القيامة بظروفها. ليه؟ لأنك أنت بتقدم لنفسك العمل الذي يكون بين يدي الله تبارك وتعالى. متى جاءت القيامة؟ تبقى أنت مستعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ لأن ما عادش عمل بعد الموت. فقال له ما المسؤول عنها بأعلم إيه؟ من السائل. قال له طب أمرتها إيه؟ قال له أن تلد الأمة ربتها، البنت تبقى سيدة على أمها. إزاي؟ الرجل لما يتزوج الأمة فتنجب بنت، لما يموت الرجل تصبح البنت سيدة على أمها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. الفقير يبقى غني، واللي كان شغال بالصخرة يبقى مالك للأرض بتاع الباشا. هذه نواميس الحياة، هذه إرادة الله تبارك وتعالى التي تولد فينا الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره.
فهو سبحانه وتعالى الذي بيده الملك كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا من هنا يا سادة بعد الأسئلة الجميلة دي، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان؟ فأنت ترقى مع هذه المراتب، انتقل من الإسلام إلى الإيمان وانتقل من الإيمان إلى الإحسان عشان تستعد للساعة والقيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الأسئلة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، بقول له إيه، أتدرون من السائل؟ لا في واحد منهم قال أتوقع كذا أو رأيي كذا أو وجهة نظري كذا، زي ما بنشوف على الفيسبوك واحد يسأل سؤال مثلا تلاقي يطلع 5000 مفتي يتكلموا، واحد يقول لك وجهة نظري والتاني يقول لك بتهيألي والتاني يقول لك أظن كذا، ولا ينفع لا بتهيألي ولا أظن ولا أتخيل ولا كلام من ده خالص. ليه؟ لأن الفتوى تحتاج إلى أسانيد، إلى أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن فعل الصحابة الكرام ومن إجماع الأمة وقياس العلماء. هذه علوم في علم أصول الفقه يجب أن نتعلمها، لكن مش كل واحد يدخل كده على طول كده يتكلم على طول، كل واحد يتكلم في الفن بتاعه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال لهم إيه، أتدرون من السائل؟ ما يعرفوش فسكتوا، ما حدش يتكلم. قال لهم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كأن الحديث ده كله هو الدين، هو دي الحقيقة. الحديث ده كله عبارة عن الدين، إسلام وإيمان وإحسان وقيام وقيامة. والإسلام أشرف شيء في الوجود يا إخواننا، لأن الله تبارك وتعالى لما قال عن سيدنا إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال إيه؟ أسلمت لرب العالمين. من جمال الإسلام إن سيدنا إبراهيم أوصى أبنائه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجي بعد سيدنا يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا إيه؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ونحن له ايه؟ مسلمون. يبقى ايه يا سادة؟ لابد ان احنا نتأمل عظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وناخذ من الحديث ده غايات عظمى، ان احنا ننتقل من مرتبة الى مرتبة. انا مسلم بدائي كده، لا اتحرك شوية واجتهد على نفسي عشان اوصل الى درجة الايمان، ولما اوصل الى درجة الايمان اوصل الى درجة الاحسان علشان ابقى ذا مقام عالي عند الله تبارك وتعالى. وكلما على مقامك عند الله تبارك وتعالى كلما تجلى خوفك من الله تبارك وتعالى وإخلاصك في طاعتك له سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا وأن ينعم علينا بالإسلام والإيمان والإحسان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.